10. ابو الكباتن منورني في بيتك قناه نادي الزمالك. مرحب بك يا و... وطبعا بيتنا، وانا يشرفني جدا ان انا موجود في قناه نادي الزمالك. مبروك انك كنت لسه في المغرب بتاخد شهاده من الشهادات المهمه يعني في التدريب. انا بحب دايما المدربين اللي دايما بيروحوا ياخدوا شهادات، دايما بيروحوا يدرسوا، ودايما بيحاولوا ياخدوا خبرات يعني، فمبروك. الله يبارك فيك يا وضع. طبعا انت عارف احنا في مكان كبير، نادي الزمالك نادي كبير، فلازم بنحاول ان احنا بنواكب طبعا التدريب دلوقتي كله بقى علم، فاحنا بنواكب على قد ما نقدر عشان نبقى نستاهل المكان اللي احنا موجودين فيه. انا عايز اسال حضرتك حاجه تانية خالص، عشان الناس دايما بتحط لوم على مدربين الشباب او مدربين الناشئين، بيقول دايما اصل الجيل بتاعنا ما تشدش عليه صح وهو صغير، ما تاسسش صح، ما تدربش صح. ليه دايما بيتقال كده؟ وهل فعلا ده عندنا مشكله في بعض الاعمار، او مشكله في التدريب مع الصغيرين، ومشكله في اي حته بالظبط؟ يعني ايه اللي يصلح المنظومه؟ والله يا عضو انا بكلمك، هي المشكله ان مفيش بلان، مفيش خطه. طبعا انت بتتكلم على نقطه مهمه جدا، وهي دي فارقه معانا جدا في المنظومه كامله، ان القصه كلها من البراعم والناشئين والكلام ده كله لازم يبقى فيه خطه معموله منظمه. ف يعني انا فاهم لازم يكون في خطه كبيره جدا من الناس. هي فكره كمان ان الناس تقعد تقول لا اصل اللعيبه البدني بتاعها ما كانش افضل حاجه. هل فعلا اصل اكيد حضرتك شغال مع الفريق بتعمل معاه كل يعني بتشتغلوا كويس اكيد هو ده، كل مدرب بيبقى عارف طبعا الحته البدنيه. وانا بقول لك دلوقتي هو التدريب بقى علم دلوقتي، بالظبط. ففي انا الكلمه دي اللي ودتني للموضوع. طبعا طبعا التدريب بقى علم، وفي حاجه اسمها حمل بدني، وفي حاجه اسمها في كل سن ليه مرحله، ليه جزء معين من البدني، ليه جزء معين من الجزء المهاري، جزء الخططي. فعشان كده انا بقول لك التدريب بقى مجاله واسع جدا، وكل يوم في جديد. بنشوف الاجيال دلوقتي بره في افريقيا طالعين مثلا 16 سنه 17 سنه ما يعديش من باب الاستوديو. هي برضو خلي بالك يا عضو، مش القصه مش كده. يعني احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا، يعني انا مثلا انا كنت في الدوره البي اللي انا كنت باخدها في المغرب، كنت في مركب محمد السادس في المغرب. ناس منظمه جدا، ناس عارفه بتعمل طبعًا. ايه، واخد محتوى تدريبي يعني جيد جدا، عشان مستفاد من الناحيه التدريبيه ومن ناحية كل حاجه من الابره للصاروخ موجوده. ناس عارفه بتعمل ايه، البلان معمول، مخططين ل10 سنين قدام. كل المنتخبات تقريبا عندهم الناشئين عندهم ناجحه جدا، الفريق الاول وصل قبل نهائي كاس عالم. فالموضوع مش من فراغ قضى، الموضوع فيه خطه وفيه بلان، والناس شغاله عليه، والناس عارفه عايزه ايه. فهو ده الفارق، هو ده، هي دي يعني النقطه. الحل اللي يكون فيه خطه طويله المدى. بالظبط. يعني مش هقول انا عايز اصعد كاس العالم الجاي، بالظبط، لا، اقول بالظبط. انا ان شاء الله في كاس العالم اللي بعد جاي انا عايز اكون موجود في مربع الذهبي. بالظبط. بعمل ايه من دلوقتي؟ من باخد كمان مرحله من سن صغير. يعني انا عايز اقول لك منتخب قطر اللي لعب كاس العالم الاخير دوت، ده انا عايز اقول لك كانوا شغالين عليه مثلا من 10 او 12 فكرة. سنه. هو اتظلم منتخب قطر ده جامد منتخب جدا، قوي، ولكن هو وصل للقمه بتاعته دي في حقيقه، بطوله اسيا قبل دي حقيقه. كاس العالم، فالكيرف بدا ينزل زي جيل اللي هو بتاعنا العظيم 2006 2008 2010، عمل كل حاجة كده بدأ الكيرف ينزل. هم عملوا حاجات كتير، بدأ الكيرف ينزل قبل كأس بس العالم، عند فده كان النقطة دي اضع. سلبي. احنا الموضوع 2006 و2008 و2010، انت برضو انت خلي بالك، انت مش عامل بلان، انت مش عامل خطة، انت مش عارف انت رايح فين. هو كان جيل طفرة، بس كان هو طفرة، ده اللي انا كان بتكلم فيه. طفرة من اللعيبة والمدرب ومن كل حاجة. بالظبط كده. لكن احنا مثلا عندنا دلوقتي جيل 2006 اللي خرج بدري بدري من بطولة افريقيا، عندنا جيل 2003 جيل ده مويه، الشباب بقى، تذكر الشباب، الشباب. الشباب جيل 2003 اللي بيلعب بطوله افريقيا دلوقتي، اللي هو اتعادل امبارح مع موزمبيق. عايز اقول لك الاسكواد ده والاسكواد دوت اللي انا بكلمك عليه ده، عشان انا على علم بيهم، اللعيبه جيده جدا 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 جدا. بس احنا لازم نشتغل على الجيل ده، هو ده اللي هيبقى موجود بعد كده في منتخب مصر الاول، هو ده اللي هنستفاد منه. انا شايف ان الجيل ده بتاع 2003 مفروض ده اللي هيفرغ لمنتخب بالظبط الاول كده، بالظبط. خلال سنتين، مش اقول لك بقى خلال 5 6 سنين. ده خلاص المفروض دلوقتي اللعيبه 20 سنه 18 سنه يكون بيلعب فريق اول ومنتخب بالظبط. أول. خلاص يعني هو ده بقى افضل البلان اللي انا بكلمك عليه. انت عامل ايه، انت خطتك ايه، انت حاطط لنفسك بعد 5 6 سنين انت هتبقى فين؟ هل انت عامل ده؟ هل الاتحاد في بلان معين بيبلغ بيه انا هعمل 1 2 3؟ مفيش. في ناس كتير تقول اصل لو خرجنا لاعبتنا كلها الدوري بتاعنا هيكون مش كويس وانديتنا هتكون مش كويسه. ولكن لو اخدت مثال بالمغرب،
فالمغرب السنه اللي فاتت واخدين كونفدراليه مظبوط، واخدين دوري ابطال افريقيا مظبوط، هم عندهم كل البطولات الافريقيه، منتخبهم قبل النهائي نص محترفين واكثر، وصل قبل النهائي، وكان يستحق يوصل النهائي، كان يستحق يوصل النهائي طبعا، اتفرجنا وشفنا. فمعنى ان لعيبتي تخرج او اخرج مجموعه من اللعيبه للاحتراف، انا مش بفرغ الدوري بتاعي بالظبط، انا شايف يعني مصر ولاده، يعني عندنا لعيبه كتير جدا. احنا بنتكلم في منظومه كامله يا عوضه. انا دلوقتي المدرب عندي في مصر واصل ل 44 سنه و 45 سنه ولسه متقال عليه مدرب صغير، بقول له معلش انت ما عندكش خبرات. وليد الركراكي عنده 44 سنه ما شاء الله، ومحقق نجاحات كبيره جدا، خد الفرصه بتاعته عشان خد الفرصه. احنا عندنا، انا اسف بقول لك الكلام دوت، احنا عندنا في 10 او 15 مدرب بيلفوا على الدوري العام كله، يمشي من هنا يروح هنا ويمشي من هنا يروح هنا، ومفيش جديد، مفيش جديد ومش هيبقى فيه جديد. لازم اشوف فكر جديد، لازم اشوف مدربين جداد، لازم ادي فرصه بعد كده. يعني انا مع احترامي لحضرتك، احنا دلوقتي عشان انا اخد دوره اسافر بره عشان اخد دوره مش موجوده في بلدي ليه؟ ليه؟ يعني في حاجات كتير جدا لو اتكلمنا فيها مش عايزين يومين كاملين عشان نتكلم فيها. هنتكلم في الحاجات دي في حلقات جايه، ولكن شايف منتخب الشباب بيقدر يعمل ايه امام نيجيريا؟ نيجيريا انا شفت ماتشه امام السنغال، منتخب قوي جدا، منتخب بدنيا شرس، وانا شفت منتخب مصر مع موزمبيق، اللعيبه لسه يعني اللعيبه كويسه جدا، ولكن في مشكله في الفينش، في مشكله في انهاء الهجمه. هل ده يقدر كابتن محمود يعدله قبل اللقاء الجاي يوم الاربعاء، ولا ممكن يحصل نفس زي ما قلت لك؟ واضح احنا عندنا منتخب الشباب منتخب قوي جدا، سكواد قوي جدا، بس طبعا احنا خلينا متفقين انت بتلعب برضو منتخبات قويه. على فكره انا عايز اقول لك موزمبيق اصلا انت كده كده يعني هي مش مصنفه اساسا يعني، بس منتخبات الشباب والناشئين والحاجات دي ما فيهاش تصنيف. بتلاقي منتخب موزمبيق، بتلاقي منتخب غينيا، بتلاقي منتخبات صغيره، بتلاقي منتخبات قويه جدا. صحيح. عشان زي ما انت قلت اه ده بيبقى فيه مشاكل في موضوع الاعمار والكلام ده كله. منتخب نيجيريا منتخب قوي، منتخب السنغال منتخب قوي، بطوله قويه على فكره. طبعا هو لازم السنغال مقرر علينا في قرعتنا في اي حاجه. لا وبسم الله ما شاء الله السنغال دلوقتي خلينا نتكلم، هم ناجحين في كل السنغال واخدين دوري ابطال افريقيا محترفين محليين، دوري ابطال افريقيا بالزبط محليين بالظبط، دوري ابطال افريقيا للكره الشاطئيه يعني انا عايز اقول اي حاجه فيها كوره افريقيه السنغال بتكسبها يعني، والثلاث يعني ضربات جزاء الله ينور عليك بالظبط. لا بس صعود كاس العالم ضربات جزاء، بس انت بتوصل لفين؟ وصل لاخر يعني مدى يعني. حتى لو ما خدش يعني، انت وصلت المرحله النهائيه خلاص، انت يعني في كل فاينل. زي ما انت بتقول في كل حاجه في الكوره هم بيوصلوا، انت فين من ده؟ انت مصر كبيره، وصلنا فاينل في حاجتين. مصر كبيره جدا، مصر كبيره جدا، لما تتكلم في ان احنا نوصل لكاس عالم كل 30 سنه مره ومش عارفين نوصل. لا انا كان بالنسبه لي علامه استفهام اصلا احنا ليه مش موجودين في بطوله افريقيا المحليين بالظبط، يعني دي كارثه. بس عشان نكمل الدوري، بس بالعكس الدوري يكمل على خير. مع انك انت بتتكلم، لو بتتكلم في المحليين، انت اصلا كده كده ثلاث ارباع المنتخب بتاعك بيبقى محليين، يعني انت اصلا هتبقى اقوى منتخب موجود. زي كاس العرب اللي اتعمل بالظبط، كنا محليين. يعني انت عندك منتخب الجزائر كله محترفين، ومع ذلك دخلوا البطوله ووصلوا نهائي، وكان نهائي السنغال والجزائر نهائي. صحيح. فطبعا انا بتكلم في ان احنا لازم نبقى عارفين احنا عايزين ايه. هو القصه كلها انت محدد لنفسك انت عايز ايه، محدد لنفسك تارجت، ولا سايبها كده؟ هو ده ان شاء الله القادم يكون افضل، ونتمنى ان الجماهير تكون موجوده في ظهر اللعيبه. اكيد اللعيبه في السن ده بتفرق معاها الدفع معنويا. طبعا العامل النفسي مهم جدا للسن دوت، زي ما بقول لك انا حتى كان جمعني بيه الكلام قبل اللقاء. العامل النفسي مهم جدا للسن الصغير، يعني عايز اقول لك السن الصغير ده محتاج عامل نفسي اكتر من 60%، يعني 60% عامل نفسي، تعامل نفسي، تعامل نفسي صحيح. بتاسس، بتعمل شخصيه، بتاسس لاعب، كل ده بيأثر بالعامل النفسي. هل كان يعني انا كنت بتكلم في البدايه ان حتى لقيت لاعبتنا المحترفين ولاعبتنا النجوم اللي في مصر ما عملوش مسانده لمنتخب الشباب، ده كان يأثر معاهم؟ يحسسهم ان هم متشافين؟ اكيد طبعا الحاجات دي برضو زي ما بقول لك دي عامل نفسي كبير، ان انت تلاقي نجم من نجوم منتخب الاول مثلا بيدعمك او بيشجعك او الكلام ده كله بيفرق معاك طبعا جدا، يعني بيأثر مع طبعا اللي. طبعا جدا. انا ليه سالت السؤال ده؟ انا كنت بتكلم مع الكابتن قبل الهوا، قال لي انا مش عايز اتكلم على فرقتي علشان هنسى اسم حد، قال لي كلهم جامدين. انا احترمت ده جدا في الكابتن صراحه، قال لي هم كلهم جامدين، ودي حاجه انا بقول لفرقه كابتن عصام، يعني معاكم مدرب جامد جدا، وان شاء الله الحمد لله لسه كاسبين الجونه 3-0 واخدين مركز اول الحمد لله، مكملين ان شاء الله بشكل قوي جدا، وان شاء الله نحاول نروح نسجل مع كل اللاعبين، او دي بقى مع كابتن طارق يحيى ملعب الناشئين يكون موجود معاكم. وهنتكلم عن ماتش الزمالك والترجي، ولكن بعد الفاصل خليكم معانا.
بس بتكلم انا كابتن عصام على الاهداف دي، كان عندنا روح كتير، الروح كانت بتخلي المنافس نازل قدامك خايف. دي حقيقة. ان شاء الله الزمالك يقدر يستعيد الروح دي في ماتش يوم السبت. فنيا بقى ماتش يوم السبت هيكون ماتش صعب جدا بين قطبي الكرة الافريقية، يعني زي ما بنقول كده الزمالك والترجي، فرقتين من اكبر الفرق اللي موجودين في افريقيا مع ايضا فرق اخرى موجودة. شايف المنافسة هتكون ازاي، وازاي الزمالك يقدر يخرج بثلاث نقاط؟ خلينا متفقين هذا طبعا توقيت المباراة والاجواء بتاعة المباراة هي اللي مصعبة اللقاء، وطبعا لقاء كبير طبعا، نادي الترجي نادي كبير، وحتى لو تعرف اللي احنا كسبناهم قد ايه وهم كسبونا قد ايه، الموضوع قريب جدا، المسافات قريبه من بعض جدا. منافسه شرسه تقريبا، احنا كسبناهم اربع مرات وهم كسبونا اربع مرات تقريبا كده، يعني على ما اظن حتى الالقاب الافريقيه المنافسه صعبه بين الاثنين يعني. بس انا عايز اقول لك هو التوقيت بتاع المباراه بالشكل اللي فيه المجموعه هو اللي مصعب المباراه جدا. الزمالك تقريبا عنده حافز كبير ان هو لازم يرجع للمجموعه ولازم يرجع للمنافسه، فطبعا عشان يرجع للمنافسه لازم يبقى اللقاء ده يبقى عندك الخيار الأصعب والأصعب والأسهل في نفس الوقت، عشان ما عندكش حل تاني، إن أنت لازم تكسب الماتش الجاي إن شاء الله. أنت كسبت الترجي في الترجي 3-1 وفي بطولة قوية جدا، كان كأس السوبر. السوبر كان في قطر. كان في قطر وكسبتهم 3-1 وكسبتهم في بطولة أفريقيا. شفتهم بعد كده هنا في القاهرة. فأنا عايز أقول لك الموضوع مش صعب. لعيبة نادي الزمالك لعيبة كبيرة. إن شاء الله بإذن الله يقدروا يرجعوا. الحته الفنيه دي طبعا محتاجه جزء نفسي طبعا من الجهاز، وعامل عليه عامل كبير جدا. وانا عارف ان المشرف العام الاستاذ امير مرتضى والكابتن اسماعيل يوسف والجهاز كله بختهم معاهم تيجانه يعني مدير كوره، يعني فاكيد جهاز متكامل يعني. يعني كابتن اسماعيل لعب في كل افريقيا وبيعرف يتعامل مع الدنيا كلها وعدى بكل المواقف ما شاء الله عليه، الفوز والانتصار والهزيمه وكل، فهو اكيد نفسيا اكتر حد يقدر يقعد يتكلم مع اللعيبه. واكيد انا كمان في دور الكباتن الفرقه، يعني متهيألي الماتش الجاي ده انا شايفه ولا ماتش اداره ولا ماتش اداره فنيه بالظبط، فريرا بس وكابتن اسامه يحطوا التشكيل الصح. مظبوط مظبوط. اللعيبه بقى انا حاسس الماتش الجاي ده 11 راجل في الملعب. الله ينور عليك. وانا عايز اقول لك برده خلينا نتكلم برده من الجزء الفني شويه، عشان دي شغل يعني ده شغلنا طبعا. احنا خلينا نتكلم ان المباراه دي بالذات لازم تتقسم، لازم تتقسم. انا عايز ايه من اللقاء الاول واحدد التارجت بتاعي وهقسم اللقاء على اجزاء واعمل سيناريوهات للمباراه، وكل سيناريو ابقى محضر ليه الشغل بتاعي ايه. مباراة صعبة، بس أنا بقول لك دي البوابة بتاعت إن شاء الله بإذن الله تعالى إن احنا نرجع لبطولة أفريقيا من الباب الكبير إن شاء الله. لو كلمت مع حضرتك عن التاكتكس في بداية اللقاء، معروف عن فرق شمال أفريقيا تحديدا الترجي في ملعبها بتنزل أول 10 دقايق هجوم شرس، ضراوة جامدة جدا في الهجوم. شايف إزاي الزمالك يمتص هجوم أو اندفاع الترجي، بل ويقدر يستغله إزاي فيسجل هدف في البداية؟ خلينا متفقين ان المباراه دي مباراه زي ما بقول لك سيناريو يتقسم على اللقاء، او ربع ساعه بتفرق جدا في المباراه اللي زي دي. تبقى متماسك، بتعرف تمتص الحماس بتاع الفرقه، طبعا بيلعبوا في ملعبهم عندهم حافز اكبر ان هم عايزين يكسبوا، وعندهم هم دلوقتي عندهم 6 بونت، يعني لو اللقاء ده كسبوه بنسبه كبيره يبقى خلاص يعني صعب، يعتبر صعب. فهو بالنسبه له هو حتى المدير الفني بتاعهم قال لك المباراه دي صعبه بسبب الظروف المحيطه بالمباراه، ان الزمالك عايز ايه من المباراه. هم عارفين طبعا ان الزمالك طبعا فريق كبير، وان شاء الله باذن الله، انا بقول لك ان شاء الله باذن الله انا متفائل جدا ان شاء الله، واتمنى الدعم من كل الجماهير الزملكاويه اللي احنا واخدين منهم ان هم على طول بيدعموا نادي الزمالك. هو ده وقتكم ان انتوا تدعموا فيه نادي الزمالك، بتمنى الدعم من كل ابناء نادي الزمالك. هو ده وقتكم ان انتوا تدعموا نادي الزمالك، نادي الزمالك محتاج لكم دلوقتي. اللعيبه لازم تعرف المرحله اللي احنا وصلنا لها، وزي ما انت قلت يا قضاء عايزين 11 لاعب في الملعب، 11 راجل في الملعب، مباراه بطوله، مباراه لو ربنا يسر الحال وكسبتها انت بتاخد 3 بونت، بتاخد خطوه كبيره، عشان انت عندك الماتش اللي بعديه عندك في القاهره. يعني هيقربك كتير لو خدت 6 بونت من المباراتين دول، لان ده يعتبر منافس مباشر ليك. يعني انا الشهر الجاي ده عندي 3 لقاءات في البدايه كده يرجعوني للمنافسه في كل حاجه. مظبوط مظبوط. عندي ترجي، بيراميدز، ترجي. مظبوط مظبوط. 3 لقاءات صعبين جدا. انا عايز افكرك كده بحاجه يعني حصلت معانا لما خدنا البطوله الكونفدراليه من مستر بروس.
احنا كنا يعتبر تقريبا كان بيتقال الزمالك والزمالك بيخسر والزمالك حصاله والزمالك 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 ما هي هناك وصلنا تقريبا للدقيقه 90 تقريبا كنا خلاص يعتبر بره البطوله بالجون بتاع اوباما اللي احنا دخلنا فيه بالبطوله. انا فاكر معلق ساعتها للصبر حدود يا زمالك وقدرنا نرجع وربنا كرمنا وخدنا البطوله. احنا بتوع الصعب ان شاء الله وعارف ان لعيبه الزمالك لعيبه رجاله وانا بقول لك ان شاء الله باذن الله تعالى فزنا على اتلتيكو هناك بهدف حميد احداد يعتبر يعني يعتبر عملنا نتائج يعني احنا كنا خلاص بره يعني يعتبر احنا كنا رجل بره ورجل جوه خلاص انت بره الثقه والحماس خلتنا نفوز بره ارضنا اكتر من جوه ارضنا هو ده بقى اللي انا بتكلم فيه اهو لازم لازم جمهور الزمالك يدعم لازم ابناء نادي الزمالك تدعم هو ده وقتكم وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا بالبطوله ديت اللي جماهير الزمالك كلها مستنياها. احنا بنتكلم على فريق السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها واخدين دوري وكاس في ظروف يعني محدش يكسب فيها اي حاجه. خد بالك اهو انا عايز اقول لك حاجه الدنيا انت كده كده الفرقه وارد جدا وارد جدا يحصل دروب انت ده بيحصل في كل فرق العالم. ليفربول دلوقتي المركز الثامن ما شفناش حد بيقول يرحل وما شفناش حد بيقول امشي ما شفناش حد بيقول بيشتم المدرب ويشتم اللعيبه يعني احنا عندنا دلوقتي من كتر النقد الغلط احنا عندنا النهارده انا كنت بتفرج على ماتش بتاع اوباما كسبوا 2-0 عمل اسيست وكان هايل جدا في المباراه. محمود علاء ماشي كويس جدا في 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 الاتحاد. احنا يعتبر احنا بنخلص على لعبتنا بايدينا. امام اول ما طلع اول جون اول ما نزل امام نزل بديل يعني انا صراحه يمكن ما جاتش صدفه ان انا اتكلم على امام في اول ماتش ليه مع ميتلاند ولكن الراجل سافر اتدرب تدريبه نزل تاني يوم كسبه نزل في تعادل مع فرقه كبيره كمان سبورتنج لشبونه هو نزل تعادل 1-1 يعني قعد يومين ثلاثه بس واتدرب تدريبه واحده لعب قد ايه؟ ولعب تقريبا ثلث ساعه في الدقيقه 70 تقريبا هو نزل حاجه و60 في الدقيقه 70 نزل اول ما نزل سد التسديده جاب جول تبين شخصيه اللاعب وجت جنب القائم. تاني كوره صعب والله صعب يا جماعه هو الجون كان بيجري يلحق الكوره بس ان هو يستلم في المكان ده وتعزمته للكوره وامام منشنها لعيب كبير حاططها في مكان معين شخصيه كبيره جدا من امام عاشور صراحه اتمنى يكمل على نفس النهج ولكن ليه ده ممكن ما يحصلش عندنا؟ ليه ساعات بنشوف اللعيبه تيجي مصر يقعد تدريبه في الثانيه في الثالثه في الخامسه وما ينشوفوش حتى في القايمه غير لما الناس تبدا يعني تدور على اللاعب؟ هقول لك ليه يا هقول لك انا مع احترامي لحضرتك يعني انت دلوقتي انت لسه جايب لعيبه جديده من كتر الضغط كتر الضغط الغلط بيأثر على اللاعب. انت جايب لعيب انت كنت مصر كلها كانت بتنادي بيه اللي هو مصطفى شلبي. مصر كلها الزملكاويه كلهم احنا عايزين مصطفى شلبي عايزين مصطفى شلبي طب جبنا مصطفى شلبي طب الضغط اللي على مصطفى شلبي اللي انتوا مفيش حد بيستحمل الضغط ده كله بالطريقه دي انت بتنقدني قبل ما اخد مساحه. انا ساعات برضه بعذر الناس ليه اقول لحضرتك بعذر الجمهور نادي الزمالك انا مش هجيب لاعب لسه هصبر عليه. انا عايز اجيب اللاعب هو كمان اللعيب لازم يفهم ده. انا دايما بوجه رسالتي للعيب لازم العقليه بتاعته انت رايح فين ورايح نادي ايه ومحتاج متطلباتك تفضل تكسب. كلامك مظبوط 100% بس انا عايز اقول لك حاجه في ظروف بتساعد يعني انا دلوقتي انا كمصطفى شلبي اول ماتش لعبه ماتش السوبر بتاع الزمالك والاهلي هو لما نزل الشوط الثاني كان يعني عمل شغل كويس جدا يعني انا بكلمك انا كنت في المباراه هناك كنت بتفرج على المباراه من الملعب هو عمل مباراه كويسه جدا بس الظروف ما ساعدتوش عشان انت اول ماتش انت خسرته. انا ما عنديش مشكله انت ضغطت عليه معلش باحترام يعني طبعا انت فاهم انا كلاعب انا مطلوب مني ايه؟ انا لسه تعمل اللي عليك في الملعب لسه بحط رجلي اشتغلت وعملت والمباراه ما ساعدتنيش وما حصل ظروف في المباراه طلعت خسران. الجمهور بيضغط عليا ليه وانا ما كنتش وحش؟ الدعم طب انا عايز اقول لك حاجه برضه هو لازم يتعامل معاه النفسي يكون الضغط مش على شلبي هو الضغط على الفرقه كلها هو لا انا بتكلم على شلبي بتكلم على سامسون بتكلم على كل الصفقات الجديده اللي الناس عم تقول فاشله 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 انت ما اديتش فرصه انت كزمالك ما اديتش طب انت ليه اللعيبه اللي عندك في الزمالك بتخرج بره بيبقوا نجوم بيكسروا الدنيا عشان الضغط اللي عندك مش بره انت المشكله عندك ان انت بتضغط من جواك يعني انت بتضغط من جواك يعني لما تيجي ابناء نادي الزمالك والناس المفروض ان هم محسوبين على نادي الزمالك يكونوا بينتقدوا اللعيبه بالشكل دوت انت تقصد على بعض المحللين او بعض الناس مش على الجمهور بالزبط. الجمهور انا ما اقدرش بالظبط اقول لا الجمهور دايما عايز يكسب ويسجل ويصنع قصدك على بعض المحللين او بعض الناس هو ليه الاستريس على لعيبه نادي الزمالك؟ ما انت ليه ما بتتكلمش على اللعيبه الثانيه؟ ما في لعيبه ثانيه وصفقات ثانيه بتيجي في اماكن ثانيه وبتفشل والناس كلها شايفاها والناس كلها عارفه بيها انت يعني ايه المقصود ان انت تضغط على نادي الزمالك ان انت لا مصطفى شلبي ده لا ما ينفعش مصطفى شلبي ده لا سامسون ما ينفعش لا
طب ليه؟ ده انت اللي في لعيبه قبل ما تنزل الملعب انت ضاغط عليهم. فانت طبيعي زي ما اتفقنا اهو، اللعيب نفسي اديني مساحه واديني وعاملني معامله نفسيه كويسه هنزل اقول لك النجيله. لكن انت ضاغط عليا كجمهور اللي المفروض تسندني. احنا واخدين طول عمرنا متربين في نادي الزمالك، واخدين ان جمهور نادي الزمالك الدعم الاول ليه طبعا، وبيدعم في الخساره قبل المكسب. صح. الظروف اللي احنا شايفينها دي مش اجواء بتاعت في حاجات غريبه بتحصل. انت طبيعي انت دلوقتي انت في بطوله مهمه جدا، انت مستنيها ونفسك تاخدها. هو الطبيعي ان انت هتقعد تهدم وتقعد تقول الزمالك وحش الزمالك وحش لحد ما توصلنا لفين. لازم تدعم، لازم تشجع نادي الزمالك عشان انت بتحب نادي الزمالك. احنا طول عمرنا متعلمين ان احنا نادي الزمالك بنشجعه عشان يكسب مش عشان بيكسب. ده كلام صح جدا، لكن برضو انا ساعات بحط نفسي مكان الطرف الاخر اللي هو الجمهور اللي فوق راسنا دايما. ممكن حد يرد عليا يقول لي طب ما انا دعمت البطوله اللي فاتت واللي قبلها وحصل نفس السيناريو، تعادل في البدايه او هزيمه في البدايه بنضيع الفرص. ترد على الجماهير تقول لهم ايه بشكل سريع قبل ما نروح نشوف السوشيال ميديا؟ ما زي ما قلت لك اهو، احنا نرجع تاني برضو، احنا لازم ندعم. هو دلوقتي ما فيش حاجه تانية اقدر اقولها لكم غير التدعيم، يعني هو ده اللي هيخلي الزمالك يرجع مكانه ان شاء الله. انا واثق في فرقتنا ولاعبتنا، وانا يعني متاكد ان شاء الله القادم افضل والبدايه تكون من ماتش يوم السبت. تعالوا نشوف كده السوشيال ميديا النهارده سالنا حضراتكم اهميه عوده الونش لصفوف الزمالك لفتره مقبله، نشوف اجابه حضراتكم. محمد مساء الخير يا قضاء، عوده الونش مهمه جدا لانه افضل مدافع في مصر وهيعطي ثقه للفريق، وخصوصا ان الزمالك داخل على مباريات في افريقيا والدوري صعبه ومهمه جدا ومؤثره في الموسم. اتمنى حصد البطولات ويا رب السادسه تكون الزملكاويه. احمد بيقول مساء الخير عليك يا قضاء، مساء الفل عليك يا ابو حميد، دايما منور قناه الزمالك، اشكرك يا صديقي. من وجهه نظري عوده الونش اضافه كبيره للفريق لانه لاعب اساسي في الفريق ومن احسن المدافعين في افريقيا ومن اللعيبه اللي بتلعب بروح وعزيمه وليه دور كبير في الملعب. كل التوفيق والدعم، اشكرك يا ابو حميد. ابو رامي العناني الحمد لله على عوده الونش، الصمام عزو الامان خط الدفاع الزمالك وكمان بيجيد التهديف بالراس بيعطي ثقه للعيبه في الملعب. سارة بتقول مهم جدا وجود الونش مع الفريق في الفترة المقبلة، أتمنى أنه يلعب ماتش الترجي وإحنا محتاجين لاعب راجل زي الونش، ووجوده بإذن الله هيفرق كتير مع الفريق. ربنا يوفقه إن شاء الله. مش عارف لسه يكون موجود ماتش الترجي ولا لأ، ولكن الموضوع في إيد الجهاز الفني. أحمد بيقول طبعا الونش هيفرق معانا كتير، الونش كابتن من كباتن الفريق وعنصر أساسي في أفريقيا وفي الفريق أكيد طبعا. افضل مدافع في مصر هيفرق في الوجود اكيد. كريم بيقول مساء الخير عليك يا قضاء، اكيد عوده الونش ليها قيمه كبيره لانه امن وامان الدفاع، غير انه لاعب راجل بمعنى الكلمه. ربنا يوفقه يا رب، نبض الزمالك وحبيب كل جماهير مصرنا الحبيبه. سعد مساء الخير عليك يا قضاء، دايما منور القناه، اشكرك. من وجهه نظري عوده الونش اضافه كبيره للفريق لانه لاعب اساسي الفريق ومن احسن المدافعين في افريقيا ومن اللاعبين اللي بتلعب بروح وعزيمه ودي دور كبير في الملعب. كل التوفيق والدعم، زملكاوي افتخر، اشكرك يا سعد. كابتن عصام شايف عوده الونش هتضيف ازاي لخط دفاع الزمالك؟ عايز اقول لك ان الونش ده 40% من يفرق جدا في قوه نادي الزمالك، 40% من قوه نادي الزمالك. انا مش ببالغ، الونش لعيب مؤثر جدا معانا في الحته الدفاعيه، شخصيته قويه جدا، بيعرف يغطي على زمايله. انا شايفه قائد بمعنى الكلمه في الحته دي. ان شاء الله يكون كويس جدا. واقول لحضرتك حاجه لطيفه وسعيده على امام عاشور، تواجد امام عاشور لاول مره في التشكيل الاساسي لميتلاند وذلك في المواجهه اللي هتكون النهارده ضد فيربورج في الجوله ال 18. يستاهل طبعا، يستاهل، لعيب كبير امام عاشور. وانا عايز اقول لك، من اللعيبه اللي هتفرق في، يعني لو ركز يا عضه ان شاء الله باذن الله هيوصل لمرحله كويسه جدا، انا متاكد من ده ان شاء الله. امكانياته كويسه جدا يعني. ابو الكباتن نورتني وشرفتني. انا اللي اتشرفت بيك وسعيد جدا ان انا في قناه نادي الزمالك بيتي، ويا ريت اكون كنت ضيف خفيف على جمهور نادي الزمالك. شكرك ابو الكباتن وشكرا لحضرتكم. كان معانا كابتن عصام هلاله مدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2010، واتمنى كل التوفيق لمنتخبنا منتخب الشباب في بطوله افريقيا. اتمنى ندعم
منتخبنا بقوة، وإن شاء الله القادم أفضل للكرة المصرية كلها. دايما مساءكم أبيض بخط الأحمر.